بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخوكم بلقاسم في فيديو جديد اللي نديروا فيه شوية تاع التحليل. قبل ما نبداو الفيديو من فضلكم تبعونا في اليوتيوب فيسبوك تويتر، تشاركوا في القناة من فضلكم على نطاق واسع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، اليوم نحكيه على القرارات المرتقبة من اليونيو أوروبيان، يعني الاتحاد الأوروبي، اللي راح تصدم يعني وتأثر على المروك. وحبيت يعني جبولي اليوستخي سابق يعني الجواب اللي داره يعني السيد عمر البلاني، اللي راهو يعني منذ يوم الأحد 5 سبتمبر راهو يعني يتلقى بعض واحد الحمله اعلاميه قذره من المروك. وعلى حساب عمار بلاني اللي يعرف يعني المخزن دي معرفه يعني دقيقه وعميقه، قال لك احد الدكاكين هذو الاعلاميه يعني راهي تنفذ في تعليمات من الدبلوماسيه المروكيه، وقال لك ما لازمش يعني واحد يعطي لها الوزن اكثر من تاعها، لانها يعني أساليب معروفة على المخزن. وقال لك هذا يدل على أن المروك يعني فقد يعني الصواب نتاعو، إلى بيرجو يعني لو سون فخوا، وعلى بالهم أن لا كور دو جوستيس أوروبيان يعني محكمة العدل الأوروبية رايحة تأخذ قرارات يعني في 29 سبتمبر على الاتفاقات يعني في ما يخص الصيد البحري والزراعة. وهو متوقع أن المحكمة العدل الأوروبية رايحة تلغي هذه الاتفاقيات، وراح هذا القرار يكبد للمروك خسائر كبيرة مقدرة على الأقل 500 مليون يورو سنويا. وهذا يعني ولهذا يعني المروك راه مرتبك في هذو الايامات. وعاود يعني ذكر السيد بلاني ان في ديسمبر 2016 يعني نفس المحكمه قالت ان الشراكه يعني اتفاقيه الشراكه ما بين المروك والاتحاد الاوروبي ما تطبقش على الصحراء الغربيه، اللي تبقى يعني عندها يعني ان ستاتيو يعني سيباري من المروك، وبدون يعني الموافقه تاع الشعب الصحراوي السيد، وبالتالي الممثل نتاعو الشرعي والوحيد هو البوليزاريو. يعني لو كان البوليزاريو ما عطيش يعني لو فيفير باش هذوك اتفاقيات الشمال والصحراء الغربيه، من المستحيلات السبع ان المروك يعني تقدر تدخل اراضي الصحراء الغربيه المحتله في هذه الاتفاقيات. وهذا ولهذا السبب يعني رانا نشوفوا بعض التكالب تاع المروك على الجزائر، لان الجزائر راهي تخدم مع الاخوه في الصحراء الغربيه على الصعيد الاوروبي باش يعني تجرد المروك من بعض الامتيازات ومن بعض الـ يعني دي كومبليسيتي اللي كاينين يعني في الاتحاد الاوروبي مع اللوبيات نتاعها المعروفه، كو تعرفوا يعني اللوبيات في بلجيكا في فرنسا، واللوبيات القريبه من التوجهات الصهيونيه للدعم المروك يعني في المجلس الاوروبي وفي كل المحافل الدوليه باش يعني تشبث هذاك سياسة الأمر الواقع وتخلي المروك يعني ينهب ويسرق ثروات الشعب الصحراوي الأعزل بكل أريحية. يعني يبدو أن يعني دخلنا في اليوم يعني في نوفيل دون نوفيل يعني صفحة جديدة راهي تفتحت بالعودة القوية تاع الدبلوماسية الجزائرية، والمروك ما راحش يقعد يعبث يعني فساد في الأرض ويدير واش يحب كما كان يدير في الماضي، في وقت وين كانت الدبلوماسية الجزائرية إينوديبل يعني غير مسموعة على الصعيد الدولي. وهذا ما كان دوك، هذا شيء ممتاز، ونتمناو ان شهر سبتمبر يكون شهر خير قبل شهر اكتوبر، اللي عاده يكون شهر مهم ومهم جدا للقضيه الصحراويه، اللي يكون فيه بالك يعني النيغوسياسيون على تمديد المينورسو. ومتفائلين خير ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر على الامل، لقاء معكم في فيديو جديد. بالقاسم يحييكم، تحيي الجزائر، تحيي الجزائر، تحيي الجزائر، تحيي الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه، المجد والخلود لشهدائنا وشهداء الصحراء الغربيه الشقيقه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.